وصل مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديفيد شينكر وصل صباح اليوم إلى مدينة العيون المغربية. وقام مساعد كاتب الدولة الأمريكي بعد ذلك بجولة في المدينة، لا سيما الحي الدبلوماسي الذي يحتضن قنصليات عدد من الدول. كما زار شينكر كذلك مقر بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء المينورسو.